يشبع من طيب دين. رب زدني علما، قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فهذا إرشاد من الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. فهل هذا مشروع في حقنا أن نقول رب زدني علما؟ نعم. من منكم يقول رب زدني علما؟ ها قليل يمكن، صح؟ طيب لما تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم داخل في هذا ولا لا؟ داخل في أنك تريد أن تسأل الله أن يزيدك علما وعملا، علما وعملا، علما بالهداية الإرشادية وعملا بالهداية التوفيقية. فأنت تسأل الله في كل صلاة أن يزيدك الله علما وعملا، أن يزيدك الله علما وتوفيقا لتعمل بما هداك به من الهداية الإرشادية. فزيادة العلم زيادة في الإيمان، لأن الإيمان علم، الإيمان علم، فيعلم ويعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني علموا وعملوا الصالحات، يعني عملوا بما علموا، وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا بالحق، وهذه الدعوة، واحتاج كل ذلك للصبر. فقال وتواصوا بالصبر، الصبر على ماذا وماذا وماذا؟ على العلم والعمل والدعوة. فزيادة العلم هي زيادة إيمان. نعم. فالمؤمن لا يشبع من دينه.